مشاهدينا لنكون مع أول فقرة حوارية لليوم عن مركز البحوث العلمية الزراعية باللاصقية الذي يرفض قطاع زراعة في الساحل السوري بأحدث التقنيات الزراعية التي تذلل العقبات التي تواجه المزارع بالإضافة إلى بغية تقليل العبء المادي عليه. للحديث عن هذا المركز، مركز البحوث العلمية الزراعية، نستضيف الدكتورة ماجدة مفلح رئيسة مركز البحوث العلمية الزراعية في اللاذقية. نرحب فيك دكتورة ماجدة، صباح الخير. صباح الخير، صباح المحبة والتفاؤل، صباح القلوب الدافئة، صباح ورود بلادي من ياسمين ومنتورة وشقائق نعمانة ووردة دمشقية وزهر الليمون. باقة أنتقيها بعناية لأرشها على أضرحة شهدائنا من مدنيين وعسكريين، وأقول من خلالها لن ننساكم ولن ننسى تضحياتكم، ونحن كباحثين زراعيين نعمل بأقصى ما لدينا كي نصل إلى جزء بسيط مما قدمتموه لبلادنا. باقة ورد أقدمها لكل جندي يدافع عن بلدي، وأقول للجنود التي تدافع ضد الكفرة، أصحاب الفكر الظلامي، أنتم تدافعون بالرصاص ونحن ندافع بطريقتنا الخاصة. سنزرع أرضنا أقماحا ومحاصيل وأشجار مثمرة كي نؤمن الغذاء للأجيال من بعدنا، كي تبقى سوريا عصية على كل من يحاول الأذية. باقة ورد لك سيدي الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد، وأقول نحن معك ونحن خلف قيادتك الحكيمة قائدا نفخر به، كما كنا نفخر ولا زلنا بالقائد الخالد حافظ الأسد. باقة ورد لكم أنتم العاملين في قناة أوغاريت الراقية، وأشكركم على اهتمامكم بالبحث العلمي. أهلا وسهلا فيك. باقة ورد لزملائي نعم. وأصدقائي وأحبتي في مركز البحوث العلمية الزراعية الذين يعملون بأقصى ما لديهم من طاقة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وشكرا لهالتحية المستوحاة من عملك ومن اختصاصك الزراعي بباقة الورد وأنواع الزهور. فعلا، ويعني لفت أيضا إلى موضوع الغذاء والأمن الغذائي اللي نحن عم نوفره من خلال مراكز مثل مراكزكم عم تشتغلوا فيها، هي مركز البحوث العلمية الزراعية، اللي دائما نحن يعني تكون هي شعار الأمن الغذائي والاعتماد على الذات. لكن بالبداية بدنا ناخذ فكرة عن تأسيس مركز البحوث العلمية الزراعية، وما هي الأهداف يعني التي وضعها المركز لتحقيقها في مجال يعني تزويد القطاع الزراعي بكل التقنيات الحديثة وكذلك أيضا بالزراعات الحديثة. طبعا مركز البحوث العلمية الزراعية منذ سبعينات القرن الماضي كان مركز بحوث زراعية، حتى عام 2001 بقرار من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بمرسوم تشريع 42 تحولت إلى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومقرها دمشق، ويتبع لهذه الهيئة مجموعة من المراكز على مساحة الوطن، كل محافظة تحوي مركز خاص ومحطات طبعا مرافقة لكل مركز. الهيئة العامة هي هيئة بحثية علمية بامتياز، تأتي أعمالنا من وحي المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي، نأخذ المشكلة ونبحث عن الحلول المناسبة لها عن طريق أبحاث علمية تنفذ بالمراكز أو عن طريق دراسات عليا ماجستيرات أو دكتوراه تكون بالترابط مع الجامعات السورية. بالنسبة للدوائر والمخابر والمحطات البحثية والخدمية، وين موجودة عندها بالمحافظة ضمن مقر المعهد نفسه؟ طبعا نحن مركز بحثي عبارة عن سنتر أساسي موجود في بوقة في اللاذقية. في هذا المركز عبارة عن بناء طابقي ثلاثة طوابق مكون من مجموعة مخابر، لدينا عدة دوائر، كل دائرة يوجد فيها عدد من الباحثين المختصين، دوائر بستنة، محاصيل، شعبة تقنات حيوية، موارد، وقاية. إضافة إلى المركز الأساسي والذي يضم عدد كبير من طبعا بالبداية عندنا حوالي 700 عامل في مركز البحوث العلمية الزراعية ما بين دكاترة وماجستيرات ومهندسين إضافة للفنيين. طبعا يرافق المركز خمس محطات بحثية متخصصة ميدانية يعني طبعا، وثلاث مواقع. مثلا مثل في سيانو يوجد لدينا محطة حمضيات، وهي محطة متخصصة على مستوى حوض المتوصل حيث تزرع فيها جميع الأصول والأصناف الحمضيات. كل الدراسات في هذه المحطة متخصصة بالحمضيات من وقاية، زيادة إنتاج، تسميد، يعني كل حسب المنطقة الزراعية شو فيها مزروعات. كل طبعا مثلا محطة الصنوبر
يعتبر هي محطة تهتم بزراعات المحمية والمحاصيل المكشوفة. محطة ست خيرس محطة للري وتقانات الري، وتوجد فيها محطة مناخية. طيب يعني هذه الاختصاصات وتنوعها دكتورة يعني بيخلينا ندخل بالحديث عن نوعية البحوث اللي أنتم عم تجروها. لما نقول بحوث في تجارب، في نتائج، في توصيات من شأن تطوير قطاع الزراعة بشكل عام، يعني بما هو ليس كما هو الواقع لكن بما هو أفضل وإلى الأمام، يعني لتقديم دائما نتاجات جديدة. ما هي يعني أبرز الأبحاث اللي طبقت وتعممت والآن ممكن المزارعين عم ياخدوا فيها؟ يعني ماذا قدم المركز فعلا للمزارعين بهذا المجال؟ أنا حكيت بالبداية أنه طبعا كل الدراسات اللي عم تتم بالهيئة العامة للبحوث العلمية هي ناتجة عن مشاكل مستعصية لدى المزارع. مثلا لدينا محطة هي محطة الهنادي لتحليل التراب الزراعية. لدينا مشكلة الأسمدة وغلاء الأسمدة حاليا يعاني منها المزارع. هذه المحطة أنشئت لتحليل التربة قبل إضافة أي نوع سمادي. مجرد أن يقوم المزارع بأخذ عينات من هذه التربة وبطريقة علمية مدروسة تنقل إلى هذه المحطة. لدينا مخابر للتحليل. بعد أن يتم تحليل هذه التراب يمكن أن تحدد نوع السماد الذي يضاف للتربة، وبالتالي ليس من داعي للمزارع أن يضيف جميع أنواع الأسمدة وإنما يعلم أن أرضه تحتاج للبوتاس مثلا أو للفوسفور، وبالتالي فهذه المحطة تعمل على التحليل المجاني للمزارعين، تحدد نوع السماد الذي يمكن أن يضافه، وبالتالي التقليل ما أمكن من هدر الأسمدة التي هي غالية. هي على مثال محطة آفات زراعية يعاني منها المزارع. مثلا يعاني المزارع من آفة زراعية معينة، تصل لدينا هذه المشكلة بقنوات خاصة وصولا للبحث العلمي. نضع دائما هدف أمامنا، الآفة أمام مقابل المواد الكيماوية. طبعا المواد الكيماوية والمبيدات غير محبذة لدينا، لأن المواد الكيماوية أدت إلى حالة عدم توازن في البيئة. بيئتنا الطبيعية هي في حالة توازن، ولكن استخدام المبيدات وبشكل مفرط أدت إلى تحول آفات سنوية إلى آفات رئيسية، وبالتالي أصبح من الصعب التخلص منها. مثلا إذا ذكرنا أن منذ 4 سنوات ظهرت لدينا آفة كالحشرات القشرية على الحمضيات، وأنتم تعلمون أهمية الحمضيات في الساحل السوري، أدت إلى تشويه الثمار، أساءت إلى القيمة التسويقية. استخدم المزارع الكثير من المبيدات، تحولت هذه المشكلة إلى مشكلة محافظة. اجتمع فريق عمل ما بين البحوث ومديرية الزراعة ومركز تربية العدوى الحيوي، وتم العمل لعام كامل على هذه الحشرة. توصلنا أن زيادة استخدام المبيدات أدت إلى تحول الحشرات القشرية التي كانت آفة سنوية إلى آفة رئيسية. طبعا نتيجة الدراسة تم تحديد أطوار هذه الآفة، وحددنا بالضبط الوقت المناسب للتدخل. وقت تحول البيض إلى حوريات يمكن أن نستخدم نوع من الزيوت الصيفية. الزيت الصيفي لا يؤثر على المنتج، وبالتالي حددنا الموعد المناسب للتدخل بهذه الآفة، إضافة إلى أنه تحولنا إلى دراسة الأعداء الحيوية الموجودة في بيئتنا الساحلية. طبعا استخدام المبيدات خفضت من أعداد المفترسات والأعداء الحيوية، لأنها أكثر تأثرا بالمبيدات من الآفة، وبالتالي استخدام هذه المبيدات خفض أعداد المفترسات والأعداء الحيوية. طبعا قمنا بالكشف على مجموعة من الأعداء الحيوية الموجودة في الطبيعة. وقفنا استخدام المبيدات من جهة، شجعنا نمو وزيادة أعداد هذه المفترسات مع التدخل المناسب بالزيت الصيفي، أدت إلى حالة توازن. خلال العام التالي عادت هذه الحشرة إلى وضعها الأساسي. إذن هناك عدد كبير من المشاريع. يعني هذه الحلول نتاج البحث العلمي. طبعا نتاج البحث العلمي. طيب نتاج البحث العلمي كيف يعمم على تعمم نتائج هذه الأبحاث؟ طبعا نحن بنعمم نتائج الأبحاث عن طريق أن نحن أسرة زراعية في محافظة اللاذقية. هناك أسرة زراعية، مفهوم الأسرة الزراعية هي حالة ترابط، لا يمكن أن أعمل بمنأى عن الآخر. المشكلة أتت من خلال المزارع عن طريق قنوات الإرشاد الزراعي، مديرية الزراعة إلينا بنفس الطريقة عن طريق أيام حقلية ورشات عمل ندوات. نقوم بعرض نتائجنا إلى الفنيين بالإرشاد الزراعي، الفنيين موزعين على كافة أنحاء المحافظة. يعني التشاركية مع كل الجهات. نحن رح نسألك فيما بعد عن هاي التشاركية وآليات الربط بينها بعد ما نشوف يمكن منال استطلاع. تقرير استطلاع مع زميلتنا هناء الصالح لحتى نشوف أكثر عن عمل هيدا المركز. تابع سبق.
يعتبر النشاط الزراعي في سوريا من أهم الأنشطة الإنتاجية، حيث ازدادت مساحة الأراضي المروية بفضل المشاريع الزراعية الكبيرة واستخدام الآلات الزراعية الحديثة وزيادة الاهتمام بالزراعة وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالموارد المائية. لعب القطاع الزراعي دورا مهما في الاقتصاد القومي السوري، حيث تساهم الصادرات الزراعية بنصيب هام في التجارة الخارجية وتوفير العملات الأجنبية، كما يوفر القطاع الزراعي الكثير من المواد الأولية لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية الأخرى. إضافة لذلك يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير العيش لأعداد كبيرة من الأفراد. لذلك كان لابد من البحث والتجريب والتحليل على كافة المنتجات الزراعية من خلال مراكز بحث علمية خاصة تتولى الإشراف والاهتمام بمساعدة بعض الجهات المتخصصة للحصول على نتائج تساهم في رفع سوية الإنتاج وتحسينه وتطبيق ذلك على الواقع العملي من خلال نشر ذلك للفلاحين. أولت الدولة السورية اهتماما كبيرا بالبحوث العلمية الزراعية نظرا لدورها الأساسي في التنمية المتكاملة والمستدامة، حيث قدمت الدعم الجيد والإمكانيات اللازمة للنهوض بالبحوث الزراعية. بعد هذا التقرير التعريفي دكتورة لمركز البحوث العلمية الزراعية، طالما يعني العنوان هو بحوث فمن الطبيعي أن يكونوا باحثين هن المفروض يشتغلوا بهذا المركز. شو طبيعة يعني الباحثين، اختصاصاتهم، كيف أنتم بتستقبلوا باحثين؟ لأنه دائما في تجربة، في حلول، في إبداع، يعني حتى بدنا نقول علمي بهذا المجال. من هم الباحثون في مركز البحوث؟ الباحث يمكن أن أعرفه بكلمة، الباحث هو المحب. لا يمكن لأي إنسان أن يعمل دون أن يحب ما يقوم به. وبكون البحث العلمي يحتاج إلى فترة جلوس طويلة خلف مكبرة أو العمل ضمن ظروف صعبة بالبيوت المحمية أو بظروف الأمطار، بظروف ارتفاع الحرارة، الباحث يجب أن يكون محب لعمله. نحن نبحث بقضية معينة ولكن جميعنا نحب البحث العلمي. نحن نختلف عن الموظفين العاديين طبعا. لأننا يمكن أن نجلس من الصباح، من الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة على نفس المكبرة بنفس المكان، يمكن أن نراقب حشرة. قد يكون الموضوع صغير بالنسبة للآخرين ولكن نحن نتعامل بمحبة مع عملنا. الباحث يكون نتيجة فترة طويلة من العمل. يأتي المهندس الزراعي كتعيين جديد للهيئة بعد عدة سنوات، طبعا يكون حصل على درجة الماجستير والدكتوراه وعمل لفترة طويلة بعد حصوله على الدكتوراه، يسمى باحث. إذن وصل إلى مرحلة عالية من العمل المتواصل. حلو. طيب الوضع الحالي لمركز البحوث العلمية في ظل الأزمة والظروف الحالية، كل شيء متأمن عندكم، كل التجهيزات، أي شيء بتطلبه ممكن يكون متواجد، ولا أثرت الأزمة إلى حد ما أو كبير عليكم؟ هلا فينا نقول الأزمة أثرت بشكل كبير على المحافظات التي تعرضت للمجموعات المسلحة. بالنسبة لمركز بحوث اللاذقية شهد في العامين الماضيين تطور كبير جدا. السبب طبعا هون أنا لازم أشكر السيد المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور حسين الزعبي، لأنه خلال الفترة الماضية سهل انتقال عدد كبير من الباحثين من المناطق التي تعرضت للإرهاب إلى مركز بحوث اللاذقية. طبعا هذا الانتقال للباحثين أدى إلى ظهور أعداد كبيرة من الاختصاصات في مركز اللاذقية. ازداد العدد من 250 إلى حوالي 700 عامل في المركز، يعني من المحافظات الأخرى. طبعاً قدم لدينا من دير الزور، من حلب، من دمشق، من إدلب، من درعا، من كل المناطق السورية. الباحث يحب،
لا يمكن للباحث أن يجلس في مكان دون أن يكمل عمله، لذلك توجهوا إلى المحافظة التي يمكن أن يكملوا عملهم بها. لذلك في مركز بحوث اللاذقية أصبح لدينا عدد كبير من الكوادر. الآن تشهدون نشاطا أكثر. طبعا لدينا للاستفادة دكتورة من هذه الأعداد والاختصاصات، ولفت ببداية حديثك لموضوع الأمن الغذائي، ونحن اليوم بلد بهي التحديات اللي عم نعيشها كتير يعني مطالبين أو محوجنا أن نعتمد على مواردنا الذاتية، على أبحاثنا، على زيادة إنتاجنا الزراعي. أنتوا كيف عم تشتغلوا على هذا الموضوع؟ نحن بنعرف يعني في عنا المحاصيل الاستراتيجية مثل مثلا القمح بشكل أساسي، عنا الحمضيات الزيتون، كيف عم تشتغلوا على زيادة الإنتاج حتى يعني تتحول إلى توجيهات للمزارعين لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي الذاتي تحديدا؟ هلا نحن بالفترة هي عنا عدد كبير من المشاريع انطلقت خلال السنتين الماضيتين لتحسين الإنتاج أو لحل مشكلة معينة. مثلا غلاء المواد العلفية، توجهنا إلى صناعة المكعبات العلفية، أنشئ مثل وحدة لإنتاج المكعبات العلفية من بقايا التقليم. طبعا تقنية جديدة، حاليا عدد كبير من الباحثين لدينا يشجعون المزارع. بقايا نواتج تقليم مثلا الزيتون تضاف له مجموعة من الإضافات التي يمكن أن تكون رخيصة الثمن، تتشكل لدينا مكعبات علفية يمكن أن تقدم كغذاء للحيوان بديل عن المكعبات أو بديلا عن الأعلاف الغالية. لدينا مشاريع مثل مشاريع النباتات الطبية والعطرية، وهذا مشروع انطلق حديثا من العام الماضي، يتم فيه توصيف جميع النباتات الطبية والعطرية في الساحل السوري، وتم تحديد مشتل لنقل هذه النباتات الطبية أو عينات من هذه النباتات وزراعتها ضمن هذا المشتل، إضافة إلى حديقة لزراعة هذه النباتات. طبعا هذا مشروع مشترك ما بين مديرية الزراعة، هيئة التخطيط الإقليمي، هيئة البحوث العلمية الزراعية وجامعة تشرين، اختصاصيين من جميع من جميع الأقسام يعملون على هذا المشروع لكي نصل في النهاية إلى تحديد ثلاثة أنواع من أو أربعة أنواع من النباتات الطبية التي يمكن أن توجه للمزارع وبالتالي تشجيعه على زراعتها. وأنتم تعرفون غلاء المواد الطبية والعطرية وهي موجودة في الساحل السوري بصورة طبيعية ويمكن إكسارها بسهولة. طبعا هناك النباتات صعبة الإكسار، لدينا شعبة للتقانات الحيوية في مركز البحوث العلمية الزراعية باللاذقية، وهو من المخابر الرائدة على مستوى القطر، يحوي أجهزة ويحوي كادر علمي رائع جدا. النباتات التي يمكن أن تكون صعبة الإكسار يمكن إكسارها عبر زراعة الأنسجة في المركز البحوث العلمية الزراعية، يمكن زيادة أعدادها تحويلها للمزارع مساعدته في الزراعة، وستقوم مديرية الزراعة بتأمين سوق للتصريف. طبعا هذا مشروع ضخم، الهدف منه هو لمساعدة المزارع، لدينا مساعدة أسر الشهداء. طبعا انطلقت الفكرة عن طريق الأستاذ منذر خيربيك مدير زراعة اللاذقية الذي يعتبر أب للأسرة الزراعية في مركز اللاذقية. حلو كتير هذا الكلام. طيب هلأ بدنا نحكي عن الوافدين لكم المحافظات الأخرى العاملين بالبحث العلمي الزراعي، لأي درجة استفدتم من خبرتهم؟ يعني هلأ نحن بنعرف كل منطقة هي تختلف كبيئية مثلا أو كبحث علمي خاص بهي المنطقة أو بالمحافظة اللي هو فيها. مثلا من إدلب، إذا كان عندكم حدا وافد من إدلب استفدتوا من تجربته بالزيتون، عنا هون ممكن تطبق بالساحل، يعني مثال عم بعطيك، ممكن يكون في هيك شيء؟ طبعا هلا أنا انتقل من عندي عدد كبير، إجا لعندي عدد من إدلب، من ضمن ممكن أنه موظف معه بكالوريا بس خبير في تقليم الزيتون. يا سلام. طبعا أنا عندي بالمركز كانت وظيفته هو تقليم، عندنا نحن مجمع وراثي حول المركز، إضافي أنه في محطة عندنا خاصة للزيتون، استفدت منه بتقليم، وظيفته بالمركز تقليم. من محافظات أخرى قدم أشخاص لديهم خبرة معينة استفدنا منهم، مثلا قدم من حلب مجموعة كانوا يعملون على القطن. قطن العام الماضي كانت أول تجربة لزراعة القطن في الساحل السوري. كانت ناجحة؟ كانت تجربة ناجحة. زرعنا إكسار وزرعنا تهجين في مواقع مختلفة من الساحل، استفدنا من خبرتهم بالقطن بكونه محصولا جديد لدينا. عندنا كمان وافدة من دير الزور عملت مع أكساد على التسميد
الحيوي، استخدام بكتيريا بدل محفزة للنبات يمكن أن تكون بديل عن الأسمدة الكيماوية. طبعا عندما قدمت إلى اللاذقية أنشأنا وحدة لإنتاج التسميد الحيوي، نحن نستفيد من جميع الخبرات. نعم، مرحب يعني دكتورة، العناوين التجارب اللي ذكرتيها هي عناوين فعلا للبحث العلمي الجديد. صحيح. ونحن عم نشوف قديش في تطور عالمي يعني للزراعة تحديدا ولهي التجارب، يعني زراعة الأنسجة ما بعرف إلى أي حد نحن عم تاخذ مداها، وهي من شأنها فعلا هي زيادة الإنتاج بشكل أساسي. حكيتي حضرتك عن الإكسار وإكسار البزار، ونحن قدي أيضا بحاجة التهجين، وفي تجربة كانت حلوة يمكن بحلب، طبعا مديرية القطن أو هي مؤسسة الأقطان، أنه حتى ينتجوا قطن ملون. يعني أنه هذا هو البحث العلمي، أنه نحن نقدم شيء جديد. حاليا في بزار تمام للقطن الملون الملونة مثلا، حتى القمح إلى زيادة أنواعه. فيعني هذا هو أبحاث بشكل أساسي. عن القماح السنة انطلق عنا أكثر من بحث بالموارد الطبيعية عن القمح، وبتوقع أنه بالفترة الجاية بدها تعطي نتائج. بس القطن الملون منتج وموجود بزاره موجود. السنة الماضية ركزوا على البزار اللي كانت مزروعة بمناطق وما قدروا حصدوها، عملوا عملية تهجين وعملية إكسار كي لا يتم إنقاص أي كمية من بزار القطن. طيب هلا بالنسبة لزراعة الأنسجة، محصول أساسي رئيسي عنا إياها، يعني استراتيجية تعمل ولا فقط هي بقيت بقيد التجريب أو المخابر، أم هي فعلا بدأت؟ هلا نحن فينا نقول انه مخابر اللاذقيه سنتين او ثلاث سنوات انطلق العمل بها، ولكن يتم العمل بشكل جدي. بدانا بزراعه الانسجه، طبعا زراعه الانسجه هي الحصول على منتج بسرعه خالي من الامراض مع مواصفات طبعا تزيد عن مواصفات الاصلي. بدانا في زراعه الانسجه على نباتات طبيه كاللافندر، نعمل على الخرنوب وعلى الغار. تزيدوا شجر الغار يعني؟ شجر الغار فيها في إشكال بالإكسار، نحن نعمل عليه حاليا في مخبر زراعة الأنسجة. كذلك الخرنوب لديه مشكلة في عند نقله إلى التربة الدائمة، هناك مشكلة الجذور. لدينا طالبين دكتوراه يعملون على هذا الموضوع ليعلموا ما هي المشكلة، لماذا عندما تزرع أشجار الخرنوب تموت بعد فترة. هناك مشكلة هي للتشجيع على زراعتها والحفاظ على الأنواع. طبعا هي لاستبدال حاليا التحول من زراعة الإبريات الصنوبر والسروق إلى زراعة إلى عريضة الأوراق. كمان في التهجين دكتورة، وهو من الأبحاث العلمية كتير. طبعا حاليا من استراتيجيات والحصول على أنواع جديدة مهجنة وأشكال خاصة بالورود يمكن. نحن بنهتم بالمحاصيل هلا. طبعا الهيئة العامة السنة الماضية كان عندها عمل بالتهجين بشكل كتير كبير، وغالبية الدراسات حاليا بالبستنة توجه للتهجين لنقوم بالحصول على بزار. طبعا غلاء البزار المستورد لذلك لدينا أكثر من بحث حاليا على التهجين، دراسات عليا وأبحاث تجرى في محطة أصنوبر مركز بحوث اللاذقية. حلو. كيف يعني لهذا البلد أن يموت وعن جد في كل الطاقات؟ لدينا كل يعني هذه الطاقات والخبرات واللي هي بالنهاية كلها تعمل عمدة وأساس للبلد. تمام. صحيح. يعني تقديم الحلول دائما لقطاع الزراعة اللي هو من أهم القطاعات، واللي نحن كبلد يعني مثل ما قلنا عم نعيش هاي الحالة والتحديات الكبيرة. صحيح. من الضروري أنه نعتمد على ذاتنا وعلى مواردنا الطبيعية. نتشكر جهودكم دكتورة، تحية لكم ولكل العاملين في مركز البحوث الزراعية العلمية في اللاذقية، وشكرا لحضورك اليوم بصباحات أوغاريت. يعطيك العافية. شكرا لك دكتورة ماجدة مفلح. شكرا لك. أهلا وسهلا.